السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ليبيا اليوم، أسعد الله أوقاتكم وتحية طيبة لجميع المتابعين. نسأل الله أن تكونوا بصحة جيدة بأحسن الأحوال. اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو لعام 2021 الموافق 22 رمضان، تقبل الله صيامنا وصيامكم. نتعرف معكم في هذا الفيديو على أسعار صرف اليورو والجنيه المصري والدولار والذهب في أسواق ليبيا بالأسواق السوداء في طرابلس وبنغازي وزليتن. قبل الدخول في التفاصيل أتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعم القناة بالاشتراك معنا والضغط على زر لايك والصلاة على رسول الله. سعر أونصة الذهب في ليبيا وصل سعره بالدولار الأمريكي إلى 1790 دولار للسبيكة وللأونصة. سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري، كل دينار ليبي واحد يساوي 3 جنيه مصري و20 قرش للمبيع مقابل سعر شراء 3 جنيه مصري و10 قروش. أما اليورو في ليبيا سعر البيع 6 دينار فاصل 30 مقابل سعر شراء 6 دينار فاصل 20 لكل يورو واحد. أسعار الدولار نبدأ في طرابلس، الدولار الواحد للمبيع يساوي 5 دينار فاصل 135 مقابل سعر شراء 5 دينار فاصل 130 للدولار الواحد في طرابلس. أما في بنغازي سعر المبيع سجل 5 دينار فاصل 150 مقابل سعر شراء وصل إلى 5 دينار فاصل 145، بينما وصل سعر الصرف في زليتن اليوم الدولار الواحد للمبيع 5 دينار فاصل 137 مقابل سعر شراء 5 دينار فاصل 132. هذه هي الأسعار اليوم الثلاثاء، إن شاء الله نشهد تحسن بقيمة الدينار الليبي وانخفاض بقيمة العملات والأسعار بالأسواق بإذن الله تعالى. تقبل الله صيامكم، أتمنى الاشتراك بالقناة دعمي بضغط على زر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.